تقلنا لا محطتنا الأخيرة لليوم رح نحكي فيها عن زيادة الوزن. كتير من الأشخاص بنسمع نارمين عندهم ثبات بالوزن، ما عم يقدروا يخسروا وزن كتير مع أنهم عم يتبعوا حميات غذائية كتير. فينا نقول يمكن عندهم دهون عنيدة أو يمكن عندهم ممارسات خاطئة لاتباع هي الحميات الغذائية. رح نحكي عن هيدا الموضوع أكثر مع أخصائية التغذية رغداء جبري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يا أهلين. يسعد صباحك واهلا وسهلا صباح فيكي. الخير. بالبدايه خلينا نحكي ايمت بنقول عن الوزن او الشخص عم بيعاني من حاله ثبات بالوزن؟ بعد محاولات كثير بنحاول ننزل وزننا والوزن ثابت ما عم يتغير لا مقاس ولا ميزان، فهون نحن بصير المشكله انه لازم ندور على السبب. اغلب الناس انه بتيأس وبتتراجع عن قرارها وبترجع لنظام حياتها الاول. ما هي هون المشكلة. ممكن تكون هاي المحاولات خاطئة، يعني احنا عم نحاول ولكن بطريقة خاطئة. أغلب الناس بتحاول بطريقة خاطئة، ممكن يسمعوا نظام معين يتبعوه، في أنظمة كتير ممكن تغير لي بفيتامينات جسمي أو معادن جسمي حتأثر علي سلبا أكيد. طب خلينا نحكي الأسباب اللي بتمنع نزول الوزن. يعني كتير نسمع ناس حوالينا تبع حميات غذائية ما عم أقدر، مع أنه أنا كنت من سنتين أو بعمر معين بنشوف صور لإلهم كان وزن مثالي. يمكن العمر او مرحله او حاله نفسيه اثرت بشكل كثير كبير عليهم، بتلاقيهم زاد وزنهم بشكل كثير كبير ما عم يقدروا يخسروا. شو هي الاسباب والعوامل اللي بتساعد على ثبات الوزن؟ فينا نحكي عنها او ننبه عنها كل حدا عم يشوفنا. هذا لازم شوف انا عندي مشاكل صحيه قبل ما ابدا حتى بتنزيل الوزن، يعني قبل ما ابدا وجرب وافشل وحس حالي محبطة تماما، لا أنا أعرف بالأول أنا جسمي صح قبل ما أبدأ بهذا النظام. يا ترى الغدة الدرقية عندي مشكلة فيها، فيتاميناتي معادني صح، الفيتامين دي كتير أساسي، الحديد البي 12 كلها هي أمور أساسية، المعادن بجسمي، اليود بجسمي، يا ترى هدول صح؟ بس يكونوا صح وتمام أنا هون ببلش بخطوة أني نزل وزني لحتى اعرف انه انا فعلا هامشي صح وما حيأثر علي سلبا حتى. شو اللي بيأثر اكثر شيء بسبب الوزن؟ يعني ذكرتي بعض التفاصيل المهمه، تمام. بس شو اكثر العوامل اللي بتأثر على ثبات الوزن؟ هلا لسه في عوامل اكثر، نحن عم نحكي فيزيولوجيا او من جوا شو، هلا نحن احيانا بناخذ سعرات حراريه عاليه ما بتناسب كتله جسمنا، احيانا ما عندي نشاط يومي، يعني نشاطي الرياضي معدوم او كثير قليل. فلهيك لازم يكون الشيء متكامل مع بعضه. فاول شيء نحن لازم نعرف الغده الدرقيه صح، فيتاميناتي صح، ما عندي اي عرض من اعراض نقص الفيتامينات والمعادن، او اذا عندي نقص الفيتامينات ممكن اعوضها بالغذاء، اذا عندي نقص كبير ممكن اعوضها بمتممات. المعادن غالبا نحن التربه فقدت المعادن الموجوده فيها، فيفضل اننا ناخذها على شكل مكمل غذائي او متمم غذائي، ناخذها على شكل كبسولات لحتى ابدا صح. بدي اشوف انا قد ايه كتله جسمي، قد ايه لازم اخذ حريرات بيومي حتى احسن. يعني دائما انا مثلا كتله جسمي بنمط معين، فانا بدي نقص 500 سعره حراريه، هي الخطوة الأولى. من 300 ل 500 سعرة حرارية بدي أقوم بتنقيصها حتى أنا أضمن إني أنا غيرت شيء من جسمي. الجسم دائما ذكي، بيعرف إنه نحن عم نحاول ننزل جسمنا حتى بزيادة الوزن نفس الشيء. عم حاول نزل أسبوع أسبوعين شهر شهرين بمل بترك وبرجع لنقطة الصفر. الجسم هون بيحتفظ بالسوائل، بيحتفظ بالماء بالخلية، حتى إذا يعني هي الخلية هيك بتفكر إنه أنا عندي ممكن يصير مجاعة، فأنا كيف بدي أحمي هذا الإنسان؟ فبخزن جزيئات من المي بدل الكتلة الدهنية اللي خسرتها لفترة معينة. وقت أنا الجسم بيعرف إنه لا هذا الموضوع جدي وفي استمرارية، فبيبلش يخسر الجزيئات الماء تطلع. في ناس ممكن تطلع بأيام بأسابيع، في ناس ممكن شهرين وثلاثة لتخسر هي الجزيئات، وهون نحن بنعرف إنه فعلا أنا عم بنزل دهون ما عم بنزل سوائل بجسمي. أنا ما بيهمني وقف على الميزان أول أسبوع أسبوعين نزلت 3 4 كيلو كتير افرح وانه انا عملت انجاز عظيم، لا 90% حيكون سوائل اللي خسرتها من جسمي، ما انا بدي اخسر دهون.
نفس الوقت انا ما بدي اخسر عضل، لهيك انا نوعيه اكلي كثير ضروريه اني اعرف انا شو عم اكل. بدي يضل جسمي صحي، محافظ على فيتاميناته، محافظ على عضلاته، لهيك نوعيه الاكل بتحدد لي انه يكون جسمي صحي اما لا، اما هي الكميه اللي حتحدد لي اني انا حزيد او حنقص. في حال شخص عم بيعاني من موضوع ثبات الوزن واجى لعند حضرتك مشخص مشكلته وجاي جاهز، منين بتبلشي معه؟ يعني هل بتبلشي بتعملي له نظام غذائي من الصفر انت واثقه انه هو حيكون فعال او وفق معايير غذائيه صحيه، ولا ممكن في تحاليل، ولا في طرق او اساليب ممكن اخصائيين التغذيه صاروا بيلجأوا لها لمحاربه موضوع ثبات الوزن؟ هلا بالنسبه للتحاليل اكيد بيلزم تحاليل الغده، وقت بيكون عندي مشكله بالغده الدرقيه نحن ما بنتدخل يعني عند الاخصائيين الغدد. ممكن تحاليل الفيتامينات، الحديد، البي 12، كلها هي ممكن تاثر السكري، نشوفها انا انه هي فعلا تمام. فنحن هون بنبدا بالخطوه نغير نمط حياتنا. نمط حياتي اذا ما غيرته ما حيتغير شيء. طريقه اكلي، نوع اكلي، مواعيد الاكل، الكميه، انا كيف بتحرك، لازم زيد نشاطي الرياضي، يعني لازم اقل شيء اني انا امشي ساعه باليوم اذا ما بدي انزل على الجيم. لازم ما اكل بالليل، نظام الصيام متقطع جدا مفيد. جيد. ممكن اني انا اتبعه حتى بعد ما وصل للوزن المثالي، اني اخذ يومين بالاسبوع صيام متقطع، كمان حيخليني اني انا ضل محافظه على اللي نزلته. فنحن حنحكي مع المستفيد منا، غيرنا نمط الحياة، بدنا نفهمه انه نحن لازم ناخذ الهرم الغذائي الكامل لحتى انا احصل على كل مكملاتي الغذائية، كل فيتاميناتي معادني من الغذاء نفسه. لهيك ما فيني انا اخذ شيء على حساب شيء، ما فيني الغي النشويات نهائيا لانه انا بحاجه الها بس بكميات محدوده. الدسم لازم يكون دسم صحي، انا ما اخذ زيوت مهدرجه. السكر ممنوع قبل وبعد، فهو السكر المكرر هو كارثه بحد ذاته. حنفهم شغله كمان انه ما في شيء اسمه يوم فري. هذا الكارثه الكبرى. بدنا نصدم الجسم. لازم او مثلا في اشخاص يعني اذا بموضوع ثبات الوزن الاسبوع كامل بياكلوا كل شيء بالدنيا، بيغيروا كل مواعيد الاكل. تمام. فصدموا جسمهم كثير. هلا فينا نصدم بشيء ثاني بالمقلوب يعني ما تاكل شيء هيك حرام. تمام. ايه صوم جسمي. صوم جسمي بيستفاد. الدهون دائما هي صعب لتتراكم، بنفس الوقت صعب كثير لتنزل، فانا ما راح اخسرها بسرعه ولا فيها تزيد بسرعه. لهيك انا ما فيني اجي اعطي الجسم كل يوم 3000 4000 حريره وانا عم باكل سكريات ونشويات ودسم غير صحي. حيتفاجئ كثير الحقيقه الجسم وحيخزن لي سوائل كثير بجسمي. اما فيني انا اعمل يوم يومين بالاسبوع اني انا نظف جسمي، قلل كميه اذا ما فيني صوم، بقلل كميه الحريرات كثير. هذا بتحقق بالصيام المتقطع. تمام. ولا وفيني انا بهذا اليوم اللي اكل فيه هي الكميه القليله انا الغي النشويات نهائي من نهاري. السكر لا دائما ملغي. دائما ملغي، ما في نقاش عليه الواضح. اكيد. طيب خلينا نحكي شو هي الامراض اللي ممكن تاثر على ثبات الوزن؟ يعني في ناس بتقول لك عندها امراض مثلا بس انا حابه انزل وزني، في امراض معينه ممكن تاثر بعمليه انزال الوزن؟ تمام. هلا بالنسبه للنساء تحديدا دائما عندهم موضوع نقص الحديد بسبب الدوره الشهريه، فهذا كثير عم بياثر كمان على ثبات الوزن. ثبات الوزن او بطء بتنزيل او زياده الوزن. نفس الشيء البي 12 كمان بياثر، يعني شفتي نحن بظروف اقتصاديه شوي صعبه، فدائما عندنا نقص عم بيكون حديد. صحيح. حديد بي 12، الفيتامين دي، هدول دائما عم بيكونوا. الفيتامين دال 99% عندهم نقص فيه. شوية إهمال منا وشوي الوضع الاقتصادي مثل ما حكينا، لأنه بحاجة سمك وبحاجة هدول ضعفهم بسبب ضعف الاستقلاب أو بطء الاستقلاب، لهم علاقة بموضوع الاستقلاب؟ أكيد بيعمل لي خلل بالاستقلاب. صحيح. إما بيصير بطيء جدا أو بيثبت نهائي.
ونفس الشيء للزيادة على فكرة، يعني حتى أنا وقت بدي زيد الوزن نفس الشيء، إنه أنا حلاقي صعوبة أو عم بطلع ببطء شديد أو واقف الوزن ما عم بيزيد. كمان نفس الشيء. في أمراض أخرى بتأثر ولا ما لها علاقة؟ مثل ما حكينا لا، بس ممكن ما موضوع الهرمونات كمان يعني، وخصوصي مثلا النساء بعد الأربعين 45 هيبلش الاستروجين ينزل عندهم، فممكن يسبب لي مشاكل بهذا العمر تحديدا. لازم كتير نكون حذرين، نظبط كتير كمياتنا نوعياتنا، لانه في عندي شيء فيزيولوجي عم بيصير جوا، فلازم انا اضبط هذا الشيء مشان ما ياثر علي سلبا. ممكن نمر بهي المرحله بسلام وما يكون عندنا اي زياده ابدا. خلينا نحكي بشكل عام بدورة حياتنا اليومية، ايمت بيوقف حرق الجسم عن الدهون؟ في توقيت محدد بالاعمار بتصدق؟ لا باليوم، يعني مثلا انا في ناس بيقولوا لك انه بعد الستة انا ما باكل ابدا لانه جسم ما عاد يحرق، في ناس مثلا بتقول لا انا ممكن اخذ وجبة العشاء، وفي ناس مثلا كثير بنشوفها بتسجل نادي 10 بالليل او 11 بالليل. تمام. فهي المعلومة انه موضوع حرق الدهون بتوقف عند ساعة معينة، هو صحيحة او لا؟ هلا في شيء اسمه الساعة البيولوجية عندنا، فهي مثل ما هي من وقت ما صحينا هي بتبلش معنا حياتنا وبتحدد لي الاستقلاب وبترفع لي الانسولين وكثير قصص خلال يومي كله. هي الساعه البيولوجيه نفسها حتعرف انه الشمس راحت بهذا النهار فهو وقف الحرق. فيزيولوجيا حتى خف كثير، يعني مثل التنفس والحكي والتعصيب والبكاء والضحك، حتى هذا كله في حرق بس حيكون كثير بطيء. لهيك نحن بننصح دائما انه نحن ما ناكل بعد المغرب. اذا اضطريت اني اكل بعد المغرب، هلا الدنيا على شتاء وكثير النهار قصير وببلش الشهرة طويله وبده اكل، لهيك نحن في عندي حل اكيد، اني انا وقت اكل المساء لازم انا احرق لانه جسمي لحاله ما بيحرق. يعني قوم اعمل حركه لو نص ساعه، مو هدفي هلا حرق دهون، هدفي اني احرق اللي انا اكلته وقعد، وخصوصي الشتاء سهرة طويلة انا عم اكل واقعد اكل واقعد. الشتاء الناس بتضل بتاكل ولتغفى، يعني في قدام الرشاط هي لتغفى، عشان هيك باخر الشتاء بيوعوا انه شو صار فينا زدنا 10 15 كيلو. اكيد بدنا نشكرك اخصائيه التغذيه رغداء جبري على وجودك معنا وعلى كل المعلومات والنصائح اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا، شكرا كثير لك.